ولا المذلة، الموت ولا المذلة، أصرخ أبو تراب هشام أبو عواد، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، المحالي للأمعاء الخاوية، للأمعاء الخاوية، يا سلام ولا كلام، يا سلام ولا التحية من رام الله التحية. هشام أبو هواش الآن دخل مرحلة الخطر بعد حوالي 5 أشهر من الإضراب، انتصاراً لحريته ولكرامة الأسرى في مواجهة منظومة الاحتلال ومنظومته القضائية والأمنية. الأسير حيو حيو، يا أسير يا ليل، تحية اسمه لا